أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من هذا مجمع السيارات العمومي. نلتقي اليوم بالسائقين، حيث أصدرت وزارة النقل والمواصلات مؤخرا قراراتها بتوحيد زي رسمي وزي خاص للسائقين، لكن لاقى هذا القرار التحكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وأيضا بين السائقين الذين يعني تضرروا منذ بداية جائحة كورونا ولديهم من الهموم الكثير حتى يتحدثوا فيها. سنتحدث مع يعني أحدهم. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. خبرنا كيف كانت ردة فعلكم على موضوع يعني القرار الأخير حول الزي الخاص بالسائقين، وهل هذا وقته؟ أول شيء شكرا لكم لمتابعتكم لموضوع السائقين، ومشكورين على هذا المجهود. ثاني شيء، احنا تلقينا هذا الخبر الفجائي صراحة، لأنه مش وقته طبعا، واحنا مش إنه ضد الالتزام، احنا مع التزام الشفرية بأي قرار بصدر بس يكون لمصلحة الشفرية. قرار التزام اللباس الموحد لجميع الشفرية أجى على سبت إنه في شفرية مثلا منظرهم غير لائق، في شفرية بيلبسوا لباس غير لائق، الشفير بيلبس لباس غير لائق خالفة، مش تفرض عليه لباس يعني بلا مؤاخذة لباس مدارس أطفال، لباس لون أزرق مش عارف إيش، وما تفرضش مثلا على الجميع. احنا مثلا هان ما يقارب 70,000 شوفير عمومي، بدك تفرض علينا اشي بالتوافق يكون، ما تفرض علينا اشي واللي ما بينفذ بده يتخالف. عمره ما صار القرار هيك، عمره ما بتنفذ في حتى القرار، قرار لازم يكون بالتوافق. هذا من ناحيه اللباس، فاحنا رافضين مبدئيا فكره اللباس، فيش حدا اي سائق لحتى الان قال انا مع اللباس. كنتوا تنتظروا قرارات يعني اخرى او تتاملوا هناك امل بقرارات اخرى لصالحكم؟ طبعا احنا اول قبل الكورونا كنا موعدين بكرسي ثامن للسيارات العموميه، هو كان كرسيين طبعا، الوزير صار راح بكرسيين، انسحب كرسي لمشاكل او اخرى بدناش نصرح فيها، ضل لنا كرسي واحد اتفقنا عليه. دخلنا في الكورونا مشاكل كثيره، صارت مطالبنا كثيره يعني ازود من مطلب، طالب التعويض، ترخيص، تامين. السلطة أنا عفتنا 25% من ما يقارب من 4000 شيكل أو 3500 شيكل، اللي هو 700 شيكل خصمونا. إحنا كنا مطالبين يعفونا السنة هاي كاملة من الضريبة، من الترخيص، من التأمين، من غيره وغيراته. يعني إحنا ملاحظين أن الوزارة قاعدة بتشدد علينا، مش إنها واقفة معنا لحتى الآن. نعم، يعني سنلتقي أيضا بسائق آخر. يعطيك العافية. يعطيك عافية، أهلا وسهلا فيك. احكي لنا كيف كانت ردة فعلك على القرار، وهل هو القرار المنتظر كان بالنسبة لك؟ وزي ما حكى زميلي يعني القرار مش في محله، يعني مش هلكيت يعني نسوا كل المشاكل هالشوفرية، وشو تضرر الشوفير، وشو صار فيه في جائحة كورونا. كل هالفترة هالسنة كاملة، والشوفير قاعد بروحش بخمسين شيكل على داره، في ناس بأخذوا نكلة وناس نكلتين وناس بأخذوش ولا نكلة، يعني هاي من الصبح لهلكيت هاي نصافر ولا نكلة ما أخذت، بدي أحمل خمس ركاب في 8 شيكل 40، سيارتي بتصرف 25 شيكل، بضل 15 شيكل لمين؟ وانت جاي يعني تقول لي البس زي موحد قميص؟ احنا في مربعانية يا اختي، احنا في مربعانية، انا يوم بدي البس قميص، شوفي هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، لابس ثلاث ملايز ومربعانية وبقول لي البس قميص، هو هذا الحل الوحيد يعني عنده؟ ما فيش شيء، يروح يتفضل ينزل على عين عريك وعلى الطريق يشوف هالجوار المكحفة اللي كل يوم 20 حادث. حل هذه المشكله كما تقول الشوفير روح شو تلبس، هذه الماساه اللي عندنا احنا بس. نعم، شكرا لك. يعني سنلتقي ايضا بسائقين اخرين. نعم، يعطيك العافيه عمي. اهلا، تعافي. اهلا عمي، احكي لي كيف كانت رده فعلك على القرار الاخير اللي بيحتم عليكم لباس موحد كسائقين عموما؟ والله يعني احنا يعني مع اللباس المرتب، مش شرط انه يعني لباس موحد، لازم السائق يكون لابس لباس لائق ومحترم، شايف؟ مش شرط انه لباس موحد زي المدارس يعني. طبعا يعني تلقينا الخبر يعني تفاجئنا، اما يعني الشرطه بتقدر تكيف على الشارع، هل اللي لابس بيجامه، اللي لابس شورت، اللي لابس بلطون مخزك، تقدر تخالفه، اما نحن يعني مع اللباس انه يقبل بني ادم الشوفير مرتب. يعني قعدت في السياره قاعد الشوفير لائق واعي مرتبات، يعني حالك لحته مظبط. هذا اما بالنسبه برضه مني انا بعد يعني هلكيت الوزير، يعني ما فيش عنده عدد افراد من عيلته، يعني واحد منهم منبوذ او واحد يعني في اي عيله، الا يبقى واحد شاذ من العيله من افراد العيله، ليش عاقب جميع العيله على هذا الفرد؟ ليش عمم يعني واحد يعني
بديش بصليش، وباك اخوته كلهم بصلوا، عاقب اللي بصلوا عشان اللي بصليش. يعني تقصد انه هناك سائقين بشكل غير لائق بالتالي تم يعاقبهم هم، يعاقبهم هم، انا شو خصني انا؟ يعاقبه ياخذ بير من تاعي، يحرمه من الرخصه، يحجز سيارته شهر. هيك يتعامل معه، بس انا شو ذنبي؟ انا شو ذنبي؟ انا هي اول شيء مرحبا معك سائق امين البركش بطور تحت، مش اخذ بطور صفه. اول شيء احنا تفاجأنا في هذا الشيء، وفي جميع دول العالم ما بقدر يلزم خطوط السرفيس باللباس هذا. احنا اول شيء مش شركه، انا يعني رقم اردني معي ملك الي والسياره الي، ما بقدر يلزمني انا فردي. اول شيء ما بشتغل تحت، ما بكتب على بيرمتي شركه، يعني ممكن لو سان القانون لشركه بساط هذا الشيء بيمشي. شركه البساط في كل دول العالم لها لبس، الشركة بتسنى، أما أنا بشتغل فردي ما بقدر يلزمني بلبس معين. اثنين، في عند الشرطة قانون بسن على إن أي واحد بك سائق مظهره غير حسن بقدر يخالفه. أنت بتوقف شرطي بوقف سيارة عمومي بتطلع على إن لابس فرضنا ترينك زي ما هو بيدعي بابوج، إلى قانون ومسنون في القانون الفلسطيني بقدر يخالفه، بس ما بقدر يجبرني أو يفرض علي إن أنا ألبس لباس موحد للجميع. بوشرة فيش عندي مخالفة فرضنا تعتيم، فيش عندي فرضنا رش بزيادة، فيش إشي بصير تعربشني على بلوزتي خلفني على البلوز، هذا إشي مش منطق يعني ولا معقول ولا حدا بتكبله. اثنين، يعني إحنا حاليا في بدك تقولي في إحنا في الرئيس معلن حالة طوارئ، أنت سند لقانون ثمان ركاب قبل حالة الطوارئ ولليوم رابطة بحالة الطوارئ. قوانين كثيرة ربطوها قانون الثمان ركاب هو متعلق بالإجراءات الصحية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا، بس هو سنة وما نفذه، هو سن قانون في ليلة ويوم ونفذ وبدأ يطبقه حاليا. انت في حال الطوارئ، احنا هلكيت مش يعني احنا في وضع ما بسمح ان احنا والله نقعد ندور على بعض في زي في شغلات ابدا من هذا. انت وعدتني في الضريبه، انت وعدتني في التامين، انت وعدتني في كثير شغلات وما نفذتها ولا حققت لي اياها. انت هالكيد بتدور على قميص وبلوزه، انت من عندك مسنون من زمان القانون هذا تدور على ان السائق طالع بمظهر حسن او بغير حسن، فهذا الشيء مرفوض عنا اطلاقيا. يعني اذا الحكومه ما تجاوبت معنا والوزاره راح يصير مشاكل، يعني نلجئ لإضراب شامل، لأن البساط رافضين، إحنا رافضين، التكاسي رافضة جميعنا. الموضوع مش قميص فقط يعني بالنسبة لكم، إحنا مش موضوع قميص، ما بقدر يلزمني أنا بكرة بعد ما يسن القانون أنا بصير أواجه مشاكل مع الشرطة في الشارع، بصير الشرطي يلكي لي أي حجة لابس قميص مش لابس قميص، لا مش لابس بلطلون مش عارف إيش، بصير يعني بتلكي لي حجة للمخالفة، وأنا كل يوم بدي أتعرض للمخالفة هذا، ما بقدر يجبرني نهائيا. في إشي في البلد أبدا من هذا الإشي وأحق من هذا الإشي، في إجراءات لازم هم يكونوا فيها وهم بيعرفوها منيح الحكومة باتجاه التاكسي. ما أدور على أنا مخاسري أربعة أشهر كعدت في الدار أنا وجميع زملائي، ما لا واحد اطلع علي ولا واحد قال لي وين أنت رايح ولا واحد من جاي. أنا اليوم اللي بقعد فيه هذا ما حدا بعوضني فيه، أنا عندك تسكير جمعة وسبت، لو بدك تحسبي أنا أربعة أيام في الشهر معدل 1000 شيكل في الشهر، أنا بنخصم كل شهر من راتبي، هذا مين بدي أعوضني فيه؟ ولا حدا راح يعوضني فيه. هسا هو بدل ما يقف معي ويساندني قطاع المواصلات عندنا متدمر منهار، اليوم عندك 30% بداومه من الوزارات، جامعات فيش، مدارس فيش، يعني الشغل بتحكي عن صفر، طلع على الموقف جميع السيارات والبساط واقفة، يعني بيعني هذا الاشي فيش شغل، اطلع في جميع رام الله ما فيش شغل. انت بدل ما تساعدني وتساندني السابت سن في قانون ضدي، يعني انا بدي اروح اجيب والله 7 لبس عشان انا كل يوم البس لبسه، ولا بدك تخليني في القميص اسبوع يخمج علي؟ هذا الحكي ما بزبط. فاحنا من كل الحكومه احنا معاكم مش ضدكم، بس برضه انت بدك توقف جنبي، انا بمثل قطاع عصب الدوله، ما انت تقعد تسلل في قوانين تاثر علي بزياده فوق ما انا منهار تهيرني بزياده. هذا الحكي ما بيمشي، وانا بتمنى منهم انهم يستجيبوا لنا ويسمعونا، بس لا أزود ولا أقل. إحنا عنا عيال ومننا نصرف عليهم وطالعين على رزقة أولادنا، لا أزود ولا أقل، إحنا أولاد عالم وناس. أنا بشوف إن يعني فيش شغلة ولا عملة إلا بس شفرية العمومي في هالبلد، نقطة سطر جديد. اثنين، يعني زي ما قال لك أخونا
بتلاقي حال شواذ في جميع القطاعات، مش بس في قطاع المواصلات، في جميع القطاعات بتلاقي حدا خارج عن القانون او خارج عن النص بيرتد. مش احنا كاين الا ولا ان من احنا من كلك لازم الشوفير يبقى هو سفير بلده، يبقى مهذب، يبقى يعني مظهره حسن واخلاقه عاليه. هذا الشيء احنا ما بنقول لا، بس من احنا بنحتاج ان من الحكومه توقف معانا في شغلات اهم من هذا تساندنا فيها. احنا ما شفناش ولا اي مبادره من الحكومه الا بتسن قوانين ضدنا، قوانين ضدنا. هذا الحكي ما بزبط، يعني الكيل طفح معانا. احنا انا بلغوني قبل شوي في اجتماع بشرى في دارة السير للجان الخطوط ولنقابة ومع حسام التميم ولا حدا من الوزارة يعني، وإن شاء الله بنطلع بنتيجة خير. أما إذا ما استمعوا إلنا وما فيش نتيجة وصمموا على هذا، إحنا راح نلجأ، هاي بحكي لك وبسمعوا الجميع، راح نلجأ لإضراب مفتوح. ما حدا يكون ما بلغنيش، إحنا قاعدين فيش إشي أخسرة. أنا ما بديش اليوم تسلي قانون ضدي، ما بديش اليوم تسلي، واصلا البلد مش متحمله، احنا مش متحملين، احنا اصلا كلش تعبانين، قسما بالله تعبانين. انت مش لا مطلع تامينك ولا مطلع ترخيصك ولا مطلع لك ابنك ولا مطلع راس المال اللي اليوم بنزل حق سيارتك، يعني لهان بكفي. ننتقل الى سائق اخر، يعطيك العافيه. انا بدي اروح بسوال، بس اللي بدي اقوله انا في شغلات كثير احنا يعني في ابدا، يعني خلينا نبلش في الشيء المهم. انت بتفكر على لبسه وشيء زي، طب نفسيه الشوفير وينها؟ طب ما هو طبيعي انه يطلع بترنجه وبشورت في الوضع هذا، وفي شيء يعني في شيء يعني ما الى مزاج انه يشتغل، ما عنده نفسيه انه يكون بشغله لانه مش موفي معاه. يعني احنا عندنا ترخيص وتامين وضريبه وعندنا صيانات وعندنا اولادنا ودورنا وكذا، وين المصاريف هاي؟ كيف نغطيها المصاريف هاي في ظل الوضع اللي احنا حاليا لنا سنه تقريبا بنعاني منه؟ ما شفناش وقفه من الحكومه. شو هي وقفه الحكومه؟ بس بنسمع سمع، سمعنا انه في كرسي زياده، سمعنا انه في تخفيضات على الضريبه، تخفيضات على الترخيص، تخفيضات، بس سمع بنسمع. شوارع عندنا بنعاني منها يوم يوم، فيضانات الشوارع، مش ملحقين صيانه ولا ملحقين كذا على السيارات، في شغلات ابدا في البلد مش عاملينها. وزي ما حكوا الشباب يعني اذا حاله شاذه تعم على الجميع، في اشي ابدا من اشي. يعني احنا خلينا نبلش في الاشي المهم. انت وعدتنا بكراسي، وعدتنا بتغيير للوضع، عندنا احنا لنا فتره بنعاني، سنه بنعاني من الشغل وشيء زي هيك. اعمل لي التخفيض في الضريبه، في الترخيص، في التامين، اكف معي اكف معي، بعدين بتفكر في اشي، خلينا نقول اشي نوعا ما يعني منظر حضاري للبلد انك لبسني قميص. اطلع على الشغلات اللي قبل هاي، خلي إلي نفسيا اللي ألبس القميص هذا. بعدين إحنا مش مشارتعين، إحنا أركى الناس اللي نلبس لبس، يعني بغض النظر إذا أنت بتطلع على واحد شاذ، مهيمة في السلطة في الحكومة وهم شرطة، امرأة دليل وحالة محالة بكوا فين، مش شايفينهم يعني؟ شكرا لك. يعني كما سمعتم مشاهدينا من السائقين هنا أنهم يستهجنون هذا القرار في هذا الوقت تحديدا بعد عام يعني من جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير جدا خاصة على هذا القطاع. هناك الكثير من القضايا التي يطالبون الاهتمام بها من الحكومة الفلسطينية، بدلا من الاهتمام فقط بأناقة لباس السائق، إنما الاهتمام أيضا بتفاصيل حياته وكيف يعني يستطيع تدبر أموره، خاصة وأن هناك العديد من المصروفات التي يجب أن يدفعها إلى الحكومة، منها إلى الحكومة ومنها أيضا إلى عائلته. هنا غدا طبعا سيكون هناك اجتماع، وسيقررون على أساسه إن كانوا سيخوضون إضرابا أو يعني ستتراجع الوزارة عن هذا القرار.